أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: عمري 17 سنة واعتنقت الإسلام ولله الحمد، ولكن والدي لا يعلم. نعم. تقول: أحسن الله إليكم، عمري 17 سنة واعتنقت الإسلام ولله الحمد، ولكن والدي لا يعلمان بالأمر، وأنا حائرة كيف أخبرهم بذلك، وقد تقدم لخطبتي أحد الإخوة لكنني أرجأته بسبب والدي، فأنا بأمس. تقول: بيّنوا لي ما هو الواجب علي في هذه الحال. الواجب البيان لوالديك، إلا إذا خشيت أنهم يتسلطون عليك ويردوك عن الإسلام، تلجئين إلى المحكمة الشرعية، تلجئين إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تتولى أمرك. نعم.